احنا الليلة كلنا سوا بمرحلة جديدة من حياتنا، بمرحلة جديدة من تاريخنا، على مفترق طرق مفروض نكون متفاهمين كلنا سوا على الطريق يلي لازم نسلكها لنقدر نحقق الأهداف يلي من أجلها 6 سنوات حرب جبرنا نقدمهم، 4000 شهيد من شبابنا كمان جبرنا نقدمهم. هالأهداف اليوم عم تتوضح أكثر وأكثر بهالمرحلة الجديدة يلي عم نمرق فيها. ما بريد اتوقف كتير على عملية 7 تموز ونرجع عليها ونحكي عن أبعادها. بعتقد صرنا حكين كفاية وصرنا قايلين كفاية انه عملية 7 تموز ما كانت عملية انتقام كتائبة ضد حزب اخر انتقاما لاعمال معينة الكتائب تعرضت لها. سبق وقلنا انه عملية 7 تموز منا لفرض ديكتاتورية حزب معين على هالمنطقة الحرة من لبنان. عملية 7 تموز منا فرض ديكتاتورية شخص على هالرقعة هيدي من لبنان الحر. سبق وقلنا انه عملية 7 تموز كانت عملية تطهير لصفوف المقاومة اللبنانية. ما بقى رح نضيع وقتنا ونجرب نقنع يلي ما بده يقتنع. ما بقى رح نضيع وقتنا ونرجع نشرح ونحكي عن اهداف هالعملية هاي. من شهر لليوم حين الوقت انه يلي بيريد يقتنع يقتنع، يلي ما اقتنع ب30 يوم ما رح يقتنع اليوم. من كل الممارسات السليمة يلي عم تنعمل اليوم على الارض ما منعنا حدا ينوجد، ما منريد نفرض ديكتاتورية على حدا. كنا بوضع باول اسبوع من تموز كنا امام مأزق، او رح نخسر قضيتنا اذا بقى التدهور على حاله مثل ما كان قبل، او بدنا نحافظ على هالقضية بوضع حد للتجاوزات، بوضع حد للممارسات الغلط، بوضع حد لكل التشرذم يلي كنا كمقاومة لبنانية عم نعاني منه. حين الوقت انه الرأي عام يفهم، حين الوقت انه نتخطى الخوف والرعب يلي انعمل بعد 7 تموز. هيدا ذعر ورعب كان ممكن ينفهم لمدة اسبوع، انما حين الوقت اليوم نتخطى كل هالاعتبارات هيدي، لانه مرة تانية نرجع منأكد يلي انعمل لانه انتقام، لانه فرد ديكتاتورية، يلي انعمل منه الا ترتيب للبيت. وبعد هالترتيب حين الوقت نبلش نطلع للمستقبل. ما كنا قادرين بهالجو يلي كان مفروض علينا قبل 7 تموز نفكر بأي بعد سياسي، ونفكر بأي عمق سياسي يتعلق بالقضية اللبنانية يلي نحن اليوم عم نعاني من كل هالتعرض ومن كل هالمعاناة يلي عم نشاهدها ويلي الأغراب عم بيفرضوها علينا. بوقت من الأوقات كنا عم نقضي أسابيع، كنا عم نقضي أيام، كل همنا ترقيع مشكل صغير بالصفرة، ترقيع مشكل بعين الرمانة، ترقيع مشكل بهالمناطق هاي اللي كانت عم تاخد معنا أسابيع وأسابيع. كل جهدنا، كل عقلنا، كل تفكيرنا كان عم بيروح لهالمعالجات البلا طعمة، كان عم بيروح لهالتضييع الوقت.
وكنا عم نلتهي عن المسائل الجوهرية والمسائل المبدئية. اليوم برأينا بعد يلي صار بسبعة تموز منقدم على المستقبل بكل أمل، منقدم على المستقبل بكل ثقة بنفسنا، منقدم على المستقبل شاعرين انه الامكانيات العسكرية والسياسية والوطنية معبأة كلها سوا بجبهة لبنانية وحدة، بقوات لبنانية وحدة، لانه الهدف عم بيتوضح اكتر واكتر. والهدف ما حدا اكتر منكم، انتو اهالي ترشيش، ما حدا اكتر من اهالي الدمور، ما حدا اكتر من اهالي الضياع المشردين بقلب بلدهم بيقدروا يستوعب من ابعاد القضية يلي من اجلا وجدت الجبهة اللبنانية ويلي من اجلا وجدت القوات اللبنانية. انتم من الوحيدين يلي القضية بالنسبة لكم ما بدها فلسفة ولا بدها شرح. انتم من الوحيدين يلي ما رح تسألونا ليش بعدكم عم بتقاتلوا، وليش بعدكم عم تتحضروا، وليش بعدكم عم بتعبقوا امكانيات. انتم من الوحيدين يلي منكم بحاجة لكتير فلسفات ولكتير شرح. انتم من الوحيدين يلي اذا بعد في شي سفير بلبنان منه عارف ليش عم نقاتل، انتم الوحيدين يلي بتقدروا تقولوا له. انتم من الوحيدين يلي اذا شي مندوب من برا لا ينصح الياس تركيس يعطي شعفة من لبنان للفلسطيني، انتم من الوحيدين يلي بتقدروا تقولوا له يرجع على بلاده. كان بعد في صمود، واذا بعد في مقاومة، اذا بعد في فكرة تحرير، فكرة الصمود وفكرة المقاومة وكذلك فكرة التحرير ما عم بينعملوا الا بتطلعاتنا تجاهكم انتو، ما عم بينعملوا الا لانه في امانة تجاهكم بدنا نوفيكم فيها. انتو اليوم اصحاب القضية وانتو اصحاب الحق، وإذا كنا اليوم بعدنا عم نتنظم وبعدنا عم نتحضر، إذا كنا اليوم بعدنا عم نقول لكل الأغراب، لكل الدول الكبرى ولكل الدول الغريبة الدق راسها بالحيط والفلسطيني ما بياخد شبر من لبنان، لأنه ضيعكم اليوم يلي بعده محتلة. باسمكم، باسم اهالي ترشيش وعنطورة، باسم اهالي الدمور، باسم اهالي العيشية، باسم اهالي عكار، باسم اهالي البقاع، باسم اهالي جنوب، باسم كل مشرد لبناني على ارض لبنان، باسمكم ومن شانكم ومن شان اطفالكم لما يعيشوا بتل زعتر برا، ولما يعيشوا مثل ما اللاجئ الفلسطيني عايش داير على بلاد العالم عم بيخرب ببلاد العالم، عم بيشرب من بير بلاد العالم وعم بيرجمها بحجر. اليوم من شانكن وباسمكن عم نقول لكل يلي بعد ما فهم ليش حربنا بعدها مستمرة، وليش بعد في مقاومة لبنانية، وليش بعد في قوات لبنانية، وليش بعد في يوميا ضحايا عم بتموت، وليش عم نضطر احيانا غصبا عنا نحط ترتيب بالبيت ونوضع حد لتشرذم ولتجاوزات، لانه بعد لهلأ في تلتين لبنان مثل ترشيش، تلتين اللبنانية عايشين بريت ضياعهم وبريت كراهم، وهيدول لحد اليوم بعد ما قرروا يستسلموا وما قرروا يسمحوا للجئ الفلسطيني يستوطن محله.
منا منتظرين شيء من الشرعية بعد يلي صار من ملابسات بتأليف هالوزارة، بعد ما صار من ملابسات رفقت قبول استقالة رئيس وزارة بعد يومين من حركة 7 تموز، اذا كانوا مفكرين بعملية سياسية الأوطبة على حركة 7 تموز كانوا غلطانين. اذا كانوا معتقدين بوقتها، اذا كانوا معتقدين بوقتها انه بدهم يميعولنا ابعاد حركتنا، اذا كانوا معتقدين بوقتها بيقدروا يفرغوا هالحركة من معناها العسكري والسياسي، وشافوا النتيجة لوين وصلوا فيها. بالنسبة لها الشرعية يا اخوان، 4 سنوات ضيعت وقتها، 4 سنوات قامت بصفقات، 4 سنوات دبروا حالهم الشباب مثل ما قدروا، 4 سنوات ضيعوا وقت، 4 سنوات قاموا بمناورات. مني شايف ليش ب4 سنوات وقت يلي عهد بيكون بعزه ما بيقدر يقلع، مش نهار يلي بيصير على الارض رح يقدر يقلع او بعد بده يقلع. نحن منا ضد الشرعية، لانه اي بلد ما ممكن يعيش الا بشرعية معينة. نحن منا ضد الجيش لانه ما ممكن بلد يعيش بدون جيش. نحن ضد هالقيادة يلي شغلتها وعملتها تعمل استعراضات على التلفزيون وما بتسترجي تنزل على موقع واحد وتفوت فيه وراسها مرفوع. بده يفل السوداني من برج رزق للجيش يقعد محله، بده يفل السعودي من جدر الكارنتينا ليقعد محله، بدهم يتخانقوا الكتائب والاحراد ليفوت على عين الرمانة، بده موافقة ما بعرف مين ليجي ياخذ ظاهريا نقطة معينة. يوما ما نحن بنعمل شرعية مثل ما نحن بدنا هالشرعية انه تكون. نحن بنعرف انه ما في بلد بيقدر يعيش بلا شرعية، والا بيصير فيهم مثل ما صاير بايران. نحن بنعرف انه ما في بلد ممكن يعيش بلا جيش، والا بيصير فيه مثل لبنان. بس بدها تكون شرعية مظبوطة، بده يكون جيش مظبوط، بده يكون قضاء مظبوط، بده تكون تربية مظبوطة، بده يكون مؤسسات دولة لبنانية مظبوطة. نحن اليوم بعد عملية 7 تموز هيدا يلي منطمح لقله. ومرة تانية برجع بقول العملية ما بدها كتير شرح، العملية ما بدها كتير فلسفة، خاصة عليكم انتو. نحن كلنا ولاد جبل ومنعرف وقت اللي كنا نفوت على بيوتكم، يمكن انضف بيوت واحلى بيوت كانوا بيوت هالجبل اللبناني. هيدي العيشة يلي عايشينها هون منا عيشتكم. خلاصة القضية انه كل واحد منا يرجع على بيته، ومنا عايزين لا نصيحة سفير هالدولة ولا نصيح مندوب هالدولة التانية ولا مندوب 9 دول، منا عايزين نصيحهم يتركوا نصيحهم ويخلونا نرجع على بيوتنا. هيدا كل شي طالبينه من كل العالم، ومنا منتظرين من حدا يرجع يرجعنا على بيوتنا. لهالشباب يلي واقفين هون مع بواريدهم، مع ايمانهم، مع تمسكهم وتعلقهم بارضهم، هن يلي رح يرجعونا على بيوتنا مش حدا غيره. مش قدام اهالي ترشيش، ولا قدام اهالي الدمور، ولا قدام المهجرين اللبنانيين على ارض لبنان، ولا رح اجي لكم محاضرة او مناظرة على لبنان اذا لازم يكون فيدرالي او كونفدرالي، ولا رح اجي لكم انه لازم مجلس النواب يكون من غرفة او من غرفتين، ولا قدامكم رح اجي ادخل بكل هالمهاترات. يمكن مش انا يلي جاي اعطيكم معنويات، انا يلي جاي اخذ معنويات منكم لنقدر نكمل القضية مثل ما لازم.
نحن يلي جايين لعندكم لنتمكن نصحح رمايتنا مظبوط. يمكن لما نكون بعاد عن أجواءكم منكون عم نضيع وقتنا بمسائل ما هي الأساس ولا هي الجوهر. الأساس والجوهر نحن نجي نصحح الرميات، لأنه عن بعيد يمكن نكون عم نشوف الأمور مش بمنظار الحقيقي. المنظار الحقيقي انه بعد في مهجرين لبنانيين ببلدهم، هاوية اللي بدهم يرجعوا على بيوتهم، وساعتها النظام اللبناني والدستور اللبناني والجيش اللبناني والشرعية اللبنانية طبيعيا وتلقائيا بتكونوا رجعوا كلهم زبطوا. هيدا ابعاد القضية المضبوط، هيدا عمق القضية اللبنانية اليوم، هيدا يلي بدنا نشتغله ولحين بعدين كل الامور الثانوية نتفرغ لها. اعادة السيادة بالنسبة لنا بتعني انه يرجع كل واحد منا على بيته، هيدا يلي بدنا نشتغله، وهيدا اكبر فلسفة بعملنا، وهي اكبر فلسفة بحياتنا، انه نرجع على سيادة كل اراضينا وكل واحد منا يرجع مطرح ما لازم انه يكون. لنوصل لهالشيء اولا بدنا نكون نحن قوية، اولا بدنا نكون نحن متمسكين بارضنا. ثانيا نتكل على يلي بيريد انه نتكل عليه، نتكل على بده يمشي معنا باعادة سيادتنا. المسلم اللبناني بعد ما حس وبعد ما شعر انه لبنان كله سوا مهدد من قبل اللاجئ الفلسطيني، مش بس المسيح اللبناني يلي مهدد، امل بعد ما شعرت انه جنوب عم بيزبط من بين ايدين الشيعة والمسيحيين، سنة بيروت ومسيحية بيروت الغربية بعد ما عم بيشعروا انه بيروت الغربية عم تزبط من ايدهم، الدرزي بيشوف مشاعر مثل مسيح يشوف انه اليوم هو كمان عم بيتعرض، مثل ما ابن الدمور تعرض بالماضي لاضطهاد، اليوم هو كمان عم بيتعرض لاضطهاد. شو ناطرين هالجماعة ليقوموا ينتفضوا معنا بحرب مقاومة وتحرير؟ خليهم يعرفوا انه نحن ماشيين معهم اذا بيريدوا، وبلاهم اذا منهم قادرين. خليهم يعرفوا روحوا محفوظة معنا، خليهم يعرفوا انه التحرير والمقاومة يلي عم نعملون عم نعملهم لكل لبنان، عم نعملهم لكل لبناني، ما عم نعملهم بس لفريق على حساب فريق اخر. خليهم يفهموا انه ما بدنا نعمل وطن او مسيحي، خليهم يفهموا انه ما بنقبل نقسم بلادنا، بناخد كل هالبلد هيدا، وهالبلد بيكون لقلنا كلنا، انما هالبلد وقت اللي بده يكون لقلنا كلنا. نحن ما بنقبل نكون ذميين، ونحن ما بنقبل بأي شكل من الأشكال حريتنا كمجتمع مسيحي وأمننا كمجتمع مسيحي يكونوا مهددين من قبل أي كان. بدنا بدنا لبنان يكون لقلنا كلنا، بدنا أنه نعيش كلنا سوا، بدنا أنه هالبلد يكون لكل أبنائه. إنما نحن كمجتمع مسيحي بهالنقطة هيدي من العالم منريد إنه أمننا وحريتنا يكونوا مأمنين، ونحن رح ناخد الضمانات الذاتية يلي رحنا بنؤمن فيها. ما بقى إلا ثقة بأي أسطول يجي يحمينا، ولا إلا ثقة بأي سفارة تعطينا نصايح، ولا إلا ثقة بأي كان يقلنا شو لازم نعمل. نحن نضجنا، نحن كبرنا، مش كل يوم منتهجر، مش كل يوم منقدر نصمد. وقت يلي منتهجر مرة، وقت يلي منقدر نصمد، وقت يلي منرجع على ضيعنا، كونوا أكيدين ما بقى في قوة بالعالم بتقدر تزحزحنا من أي متر مربع بدنا نرجع له بمناطقنا. هالمسائل بتتأمن بقوتنا الذاتية، هالمسائل بتتأمن بتنظيمنا الداخلي، هالمسائل بتتأمن بالقدر يلي منكون كلنا سوا كلبنانيين
شدين على بعضنا ومتمسكين مع بعضنا مظبوط، ومترافعين عن سياسة المختار بن ناطور والرئيس البلدية، ومترافعين عن كل اعتبارات ده، مترافعين عن كل اعتبارات الحزبية الضيقة الصغيرة. اليوم يا اخوان نحن على مفترق طرق وامامنا قرار تاريخي. هالقرار التاريخي بيكون او بناء وطن او بناء امة بكل معنى الكلمة وبكل ابعادها، او منرجع لمزرعة مثل 43 وساعتها كل تضحياتنا بتكون راح الدعان. القرار التاريخي يلي امامنا هيدا هو، او منقرر نمشي لالفين سنة لقدام لانه نحن في 2000 سنة حضارة ورانا، او منقرر نرجع على سياسة المختار والنطور، على سياسة الضيعة وعلى كل المقدحات يلي كانت تنتج بالماضي ويلي هي وصلتنا لهون. بما يتعلق فينا كمقاومة لبنانية، بما يتعلق فينا كقوات لبنانية، بما يتعلق فينا ككتائب، منأخذ القرار التاريخي مع كل أبعاده، مع كل أخطاره، مع كل صعوباته ومع كل تضحياته، نبني مجتمع متماسك لبناني غير طائفي. إذا قدرنا على كل كمجتمع مسيحي منحافظ على ذاتيتنا، منحافظ على أمننا وحريتنا، هالقرار هيدا رح ناخده. هالقرار بده يكون قرار كل المجتمع اللبناني الحر، لأنه هالقرار هيدا على أخذته بتتوقف مسائل كثيرة، وهيدا القرار يلي اليوم نحن أمامه، وهيدا القرار يلي بدنا نكون على قده، وهيدا القرار يلي بدنا نمشي فيه. حركة 7 تموز بتحطوها ضمن هالإطار هيدا، حركة 7 تموز بتحطوها بمجال لملمة الوضع اللبناني وضبضبة هالوضع اللبناني وإعادة تنظيمه وإعادة تقويته، لأنه بدون عملية 7 تموز كل هالأبعاد التاريخية يلي عم نحكي عنها ما كانت ممكنة، وهالشيء هيدا ما صار ممكن إلا وقت اللي البارودة اللبنانية صارت وحدة، وقت اللي البعض، وقت اللي كل أهدافنا وكل تطلعاتنا بطلنا نضيع وقتنا بهالهوامش الصغيرة، بهالحوادث البلا طعمة يلي من شان لعبة فليبر كنا نقضي جمعتين نقتل بعضنا، أو كرمال حادث سير بلا طعمة يوقع كذا ضحايا وكذا قتلة. اليوم بعد يلي صار بهالشهر الماضي أخذنا الخيار، بلشنا أول خطوة، وكلنا سوا إيدنا وإيدكم نقدر نكمل هالطريق للنهاية، لأنه ما إلنا خلاص إلا بهالطريق هيدي. وإلا إذا منقرد نرجع على لبنان المزرعة من هلأ لسنة، بنرجع بحطولنا خيام حتى بقول فيتنام وحد الفلسطينيين، وبنرجع منصير شعب مهجرين وشعب لاجئين أضرب من الفلسطيني وأضرب من الفيتنامي. أنا هيدا بكل اختصار بس كمان بكل وضوح وبكل صراحة الشيء يلي حبيت لكم عنه، بتأمل انه نكون اتفهمنا مزبوط سوا على هالقصة هاي، بتأمل انه تكون خياراتنا الوطنية القومية وحدة، بتأمل انه القيادة والقاعدة يكونوا كلهم سوا باتجاه واحد، بتأمل انه كلنا سوا نعرف القيادة شو عم تعمل او القاعدة شو عم بتفكر. هيدي المسائل يلي بدنا نتفاهم عليها. خلوا املكم كبير، خلوا قلوبكم كبيرة، وخلوا كل تطلعاتكم نحو هالقرار التاريخي يلي هو بيرجع يعيد لبنان الى سابق مجده كوطن حقيقي وكأمة حقيقية لكل هاللبنانيين وخاصة للمسيحيين على ارض لبنان. كل هاللبنانيين وخاصة للمسيحيين على ارض لبنان.